FM. الكلمة ليك. باش نحكي على جمعية أوفياء مدرسة الجمهورية بسوسة اللي قاموا بترميم المدرسة اللي رجعوا لها بعد 25 سنة. هما تلامذة في المدرسة هذه أقرأوا فيها اليوم بعد 25 سنة يرجعوا المدرسة هذه باش يرموها ويحسنوها. أكثر التفاصيل باش ناخذوها من عند أحد التلامذة اللي أقرأوا في المدرسة هذه. رامي دربيل مرحبا بك. وي على السلامة. مرحبا بك رامي. نحب نصلح أول حاجة. هي كانت المبادرة لمدرسة الجمهورية بارك الله فيهم مشكورين. احنا المدرسة الثانية دونك مدرسة العهد الجديد مدرسة العهد الجديد هي اللي تم ترميمها اكيد بعد مدرسة الجمهورية اللي هي صاحبة المبادرة. كيف معناها كملنا مع بعضنا تلقينا الاولاد الكليكية وقلنا بوركوبا ما نكملوش حتى احنا المدرسة الثانية. معناها تلمينا الناس كليكية كل واحد بقدير وقدره كل واحد يساهم فما بيت يساهم ماديا فما بيت يساهم بدنيا. خدمنا معنا بالبيان حاجة ممتازة برشا اللي جاهو كتصور عندك شوي اخر يلقاهم على الباج غاديو كابافام ان شاء الله يلقاو تصور متاع المدرسة. بالضبط الحاجة اللي ربحناها كانت لحمة كبيرة برشا. كانوا اطفال صغار كبار نساء رجال دونك الناس كل كي فرحت بصفة معنا الجمعية معنا كانت بعيدة كومبليتمون على كل الأحزاب السياسية وبعيدة على كل حد شيء. كانوا مواطنين عاديين أولياء تلامذة. كان فرح كبير كانت خدمة كبيرة ممتازة برشا ناس كل كام فما لحمة كبيرة يمكن اكتشفناها حاجة تفرح برشا. الفكرة من الأول بكل كيفاش بديت بعد ما رممتوا مدرسة الجمهورية فكرتوا في المدرسة الثانية ولا كيفاش بالضبط؟ هي وقت الأولاد أخواتنا مشكورين في مدرسة الجمهورية في الانتخابات نورمال ما هما مشاو كما الناس كلنا انتخبوا شافوا الحالة انت عملت لهم يمكن هي أكبر من مدرستنا 64 سنة عمرها اللي هي مدرستنا عمرها 32 سنة. كي شفنا الحالة معناها وكان لك فاش يقرأوا وكل كيف دونك احنا قرينا غاديكا بالنسبة لمدرسة العهد الجديد وقت اللي قرينا فيها فيها دو كلاس عام 87 معناها هي حلت المدرسة دي. كيف دخلنا في الانتخابات كيف بقينا حالة معناها شيء أسف فهمتني. قلنا علاش بوركوبا زاد هما دعمونا بالفكره ولينا مع بعضنا فهمت هذا الكل كي باش ننهضوا مدارسنا. فكره ممتازه برشا لاقت برشا معناها ترحاب من برشا ولايات من برشا عباد دونك كلمونا برشا شكرونا برشا فما برشا معناها يستشيروا فينا كيفاش بدينا وكل كي والحمد لله حققنا معناها حاجه ممتازه برشا وصلنا تو بريسك لو ديتير للمدرسه مدرسه لانتيير ان شاء الله بقدرة الله منها لو كان سبتمبر تكون كاملة ان شاء الله عنها زاد برنامج مش استدعوا المعلمين القدماء اللي اول ما حطوا ساقيهم في المدرسة. ان شاء الله مش نكرموهم ان شاء الله في الكوبا ان شاء الله جمعية مش كمان تخدم القدام عنا اهداف حلوة زادة ان شاء الله تون جيب الوقت وبارك الله فيكم انتوما. يعيشك مرحبا بك رامي على كاب اف ام. رامي حبيت جوست نعرف المواد اللي تم استعمالها في ترميم مدرسة العهد الجديد انتم شريتوها ولا عطوها لكم عبيد تطوعوا بها عبيد كيفاش بدينا معناها الناس كل كي تطوعت كل قدير وقدر كل واحد كيفاه فما شكون يدفع فلوس فما شكون يشري سلعة فما شكون يشري دهن فما شكون يجيب رمل فما شكون يجيب سيمان فما اللي ما يقدرش يجيب عنا انسانة بارك الله فيهم يجيبوا في الماكلة يجيبوا في كل شيء معناها الجازوز التاي المهم فما كانت قلت لك لحمه كبيره 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 جو ممتاز جو عائلي درجه كبيره برشا فهمتني. الحمد لله معناها بالحق الناس كل كي اللي يمشي يشوف الجو هذاك الناس كل كي فرحانه الناس كل وبركو با ان شاء الله زاد نخمموا ابار المدارس نحبوا ننهضوا بزاوية سوسه نحبوا في برشا حاجات ان شاء الله نقوموا بواجبنا لمدينتنا فهمتني ولا كان شعارنا معناها ما تستناش الدولة كون انت الدولة فهمتني دونك هذه هي الكلمة اللي تسمع فيها الناس كل تحكي فيها الناس كل كي يعاونوا وبالحق حاجة اكستراوردينار حاجة مزيانة برشا انا ريت تصور يعطيكم الصحة بالحق على المبادرة هذه كمان دفتنا وان شاء الله الناس كل كي ان شاء الله يا رب ان شاء الله الناس كل كي تنتج على المنوال هذايا
تخموا في مدرسة يعني أخرى باش ترموها بعد العهد الجديد؟ والله توا برمومة هذه المدرسة الثانية، احنا في زاوتوس عنا ثلاثة مدارس إن شاء الله مش نكملوا، وعنا غايات أخرى أبار حتى المدارس إن شاء الله مش نكونوا جمعيات أخرى متخصصة في برشا حاجات أخرين. فهمت؟ المهم نحبوا اسم بلادنا، ونحبوا بلادنا أول حاجة تكون نظيفة، تكون فيها كل شيء، وشباب ما شاء الله اكتشفنا اللي شباب زاوتوس شباب فعال برشا برشا بالحق، شباب متكافئ، شباب متكامل. فما حاجة بخيناها ما نعرفش مش مقلب حاجة ما معناها كلهم كذا رموا رواحهم ونقولوا معناها فريمون حاجة بيه فرحانين ومقتنعين باللي يعملوا به يعملوا فيه برشا برشا برشا، وناس كل كي معناها قاعدة تقدم في أدوار كبيرة 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 برشا. نشكرهم بالمناسبة بربي، نشكر السنة نساء زاوية سوسة، بنات زاوية سوسة، أولاد زاوية سوسة، شباب زاوية سوسة، دامس زاوية سوسة، كهول زاوية سوسة. حاجة واحدة اللي ربحناها كنا يد واحدة، إن شاء الله يا رب نكملوا يد واحدة، وإن شاء الله نحسنوا، وإن شاء الله تكون هذه البداية بالنسبة لتونس، وإن شاء الله الجمهورية التونسية الكل الفكرة هذه تتعامل في بقية المدارس في الجمهورية التونسية الكل. لذلك شفت أنت معناها حاجة تحير كما قلت أنت كي ترى الإيماج وترى تصور بالحق، شفت الكلاسات كيف كانوا كيف ردناهم. دونك ما هي صارت مبادره كيف ما هكا زاده في الصمعه هوني في نابل، تلموا زاده تلامذة قدم وعملوا عاودوا رموا مكتب قديم زاده رجلوه معناتها عاودوا رموه من جديد، عملوا فيه بلايص يتفردوا فيها الصغار، نحاو المناظر الخايبه منه الكل. دونك ان شاء الله البقايا الاخرين الكل والجمهوريه التونسيه الكل يكونوا فيها عبيد كيفكم انتم هكايا، يحسنوا من مدارسهم حتى وكان ما عادش يقراوا فيهم يحسنوهم للجيل القادم هكا ولا رام. هو ام تي ميساج هو هو شبابنا هو الحل. شبابنا هو الحل. دونك برافو لشبابنا يعطيهم الصحة، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله راهو تونس تونسنا خضرا ان شاء الله، راهو ديما في العلالي بشبابها باولادها بالناس كل كي ان شاء الله. دونك الحاجه الوحيد اللي يعني يمكن مش نطلبها بلساني الشخصي، نحب نقول للشباب هما الحل، وبالتأثير من الكبارات نتاعنا معناها. دونك كل واحد لازم ياخذ وقته تاع ساي ستوب، خلينا ناخذ وقت. شوف ما شاء الله فرحه كبيره كبيره كبيره، الناس كل الكل قاعده تخدم. ديريمون سمعنا زاد اللي فما مدرسه اللي هي بيقصي بتوته مدرسه العفه قاعده تحاول باش تنسج على المنوال. دونك معناها الفكره قاعده تتنشر ان شاء الله بشويه بشويه. وفي هذا الكل كي راجع لبلادنا، وان شاء الله بلادنا ديما معنا يعطيك الصح منوره، وان شاء الله ديما بخير يعطيك الصح. الله فيكم انتم، ميرسي مره اخرى. يعيشك، ميرسي بوكو رامي دربال. كاب اف ام الكلمه ليك.